السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة بسيطة في إيردروبات، مش هنكتر النهاردة. أول إيردروب فيهم ده خاص بعملة اسمها بيترونت، ودي يعتبر عملة معروفة جدا موجودة في الكوين ماركت كاب. تعتبر من 100 عملة الأولانيين، رقمها 69 في العملات، فعملة مضمونة بنسبة 100%. والاردروب صحيح، تم مراجعته من موقع تويتر او صفحه تويتر الخاصه بيهم بالعمله. اردروب سهل، كل اللي علينا الاتي هنيجي هنا نعمل فولو هنا تويتر هم مدالنا، هنا رابط الحاله بتاعنا هنروج له، هنا هنجاوب على السؤال، ممكن اي حاجه. مثلا هو بيقول لك انسر كويشن، بيسالك عن العمله اللي انت اخترت العمله دي، هتقول له مثلا انا شايفها من اقوى العملات، ترتيبها كويس في السوق هكذا، وبتيجي تعمل هنا زيارة للصفحة بتاعته. ايميلك بيبقى متسجل عن طريق كلمة اديت هنا، هو بتسجل اوتوماتيك تمام. ففي حالة لما انت الرصيد بإذن الله هيبعته لك، هتلاقيهم هما بيبعتوا لك على الايميل رسالة عشان الرصيد بتاعك هيوصل لك ازاي. ده كده أول جزئية معانا. تاني جزئية أو تاني اردروب معانا، اردروب خاص بمنصة اسمها ايمكس. هي المنصة عاملة اردروب عبارة عن بوت تليجرام، بس لازم في الأول تسجل في موقع العملة نفسه أو في المنصة. التسجيل فيها سهل مفيش أي مشكلة، خش بس ايه تسجيل دخول، طبعا بعيد عن الاردروب نفسه. في جزئية اللي أنا بحبها كل مرة أعملها اللي هي حتة أنت تفعله. تمام، بعد التسجيل هتيجي تخش من هنا، هتيجي على فيكريشن، تختار دولتك ايجيبت مثلا، اقول له كونفيرم، اشوف المطلوب مني. هنا بيقول لي مثلا انت هتفعل بايه، احط مثلا اسم الاول واسم الاخير، وهنا رقم البطاقه والباسبور شوف انت هترفع بيه، ومديك 3 اختيارات، باسبور، درايفر لينت، رخصه السواقه. بيقول لك اي حاجه بقى قانونيه تانية تمام، وفي الاخر ترفع صوره من الباسبور تمام. الايردروب نفسه عباره عن بوت تليجرام، بيفتح معانا بالشكل ده، بيدينا مبدئيا مسألة حسابية كباتشا هنحلها تمام. بعد كده بيبتدي معانا المهام، هتدوس على كلمة ستارت تاسك عشان يبتدي معاك المهام. أول مهمة بيقول لك انضم لجروب تليجرام، هتدوس له نيكست. بعد كده بيطلب منك رقم محفظة الاسر والمواليد بتاعتك العادية تمام. بعد كده فولو على تويتر وتحط اليوزر، وبعد كده هتعمل ريتويت للبوست ده، والريتويت هيكون مع كومنت، وتحط لينك الريتويت اللي انت عملتها. بعد كده بيأكد عليك انت تكون سجلت في المنصة بتاعتهم، وتحط له الايميل اللي انت سجلت بيه او رقم التليفون ايا كان. بعد كده فولو على الفيس، بس هنا مش بيطلب منك لينك بروفايل فيس، بيطلب منك في الاول اليوزر بتاعك بتاع الفيس نفسه، تحط اليوزر. بعد كده بيطلب منك هتعمل اول بوست في الصفحة بتاعتهم لايك وشير للبوست نفسه، والشير هتعمل حط لينك الشير اللي انت عملته. بعد كده بيقول لك معاك 80 قطعة من عملة المنصة لأميكس، وهتزود رصيدك برابط الحالة بتاعك تمام. فيها هسيب لكم برضو المحفظة بتاعتهم، بس المحفظة لسه هما بيظبطوا فيها صيانة. انا هسيب لك لينك الرابط بتاعها، هتسجل فيها وتنزلها. ده فيها بونص بعيد عن الايردروب نفسه، يعني ده كده ايردروب بالمنصة، ده كده يعتبر ايردروب في حد ذاته او بونص في حد ذاته. في جزئية تانية ان انت لو نزلت المحفظة بتاعتهم وهتسجل فيها بنفس الباسورد واليوزر اللي انت مسجل بيهم في الموقع، هي ايه هينضيف لك رصيد تاني. نخش على الدروب اللي بعده، ده دروب خاص بعملة اسمها اوبتا توكن. دروب سهل، مبدئيا بيفتح معانا بالشكل ده. المهام بنجيبها من التاسك هنا تحت او الداشبورد، بتيجي اول حاجه تقول له والد، تدخل محفظتك، بعد كده مهام التليجرام، بتنضم لتاتا جروب تليجرام، وتحط اليوزر اللي انت استعملته. بعد كده مهمة الفيس، بتعمل هنا فولو على الفيس، واول بوست تعمل لايك وشير، وتحط اليوزر بتاعك بالشكل ده. هو بيقول لك فور اكزامبل كذا، هتحط الايه اليوزر بتاع تويتر بتاعك. بعد كده هنا تويتر، هنا طالب مننا نعمل فولو على تويتر، الصفحة الأولانية والصفحة التانية دي بتاعت الشريك أو السبونسر الراعي لإيه للدروب بتاعه.
وهنحط هنا الروز ايه اليوزر بتاعنا بتاع تويتر. بعد كده ننزل على بانس عشان نتابع الرصيد. الاير دروب بيدينا قد ايه؟ نشوف كده 40 قطعة، وبيديك على كل حال 5 قطع. خش على الدروب اللي بعده، ده دروب قديم، هو موقع او عملة اسمها بينك. تمام، هي الموقع نفسه اسمه بينك، اللي عملة خاصة بيه. هنفتحه كده مع بعض، نعمل تسجيل دخول. تمام، ده شكل الصفحة كده من جوه. بعد ما التسجيل، ده التسجيل سهل مفيش أي مشكلة. تمام، هتلاقيني سيب لك أول جزئية اللينك ده. تمام، الموقع نفسه في حد ذاته فيه بونص، بونص من التسجيل وبونص يومي من دخولك. مجرد دخول، مش تعمل أي حاجة، تفتح الصفحة. مجرد أنت فتحت كده كل يوم أو عملت لوج إن، خلاص تاخد رصيد، هتلاقي رصيدك من عملة إلى وبي. في عندك حاجة اسمها هنا اسمها سي بي، وحاجة اسمها ويب، هتلاقي كل يوم بيزيد معاك من دخول اليوم بتاعك. تاني جزئية هم عاملين اير دروب بيزود رصيدك. هتسجل هنا في الاير دروب ده، لا مش هنا، ثانية واحدة. هتسجل فيه بنفس الايميل اللي انت مسجل في الموقع بتاعه. تمام، هيفتح معاك بالشكل ده. هتلاقي المهام مهام كتير تقدر تشتغل عليها براحتك، بس حاول تنجز في خلال 4 ايام عشان الدروب فاضل 4 ايام ويخلص. والجوائز اللي هتتوزع 3 جوائز، لو قدرت تجمع 1000 نقطة او 10,000 نقطة تجمعهم سهل يعني. هتاخد $10 من عملة اليو اس دي سي، بالاضافة 3000 قطعة من عملة ويب اللي هي عملة المنصة نفسها او الموقع نفسه. جمع 30,000 هتاخد $15، هنا $30. كل ما بتزيد في النقاط بتاعتك كل ما بتجمع اكتر. تمام، ننزل هنا نشوف المهام. ها معانا مهام كتير ونقدر نشتغل عليها براحتنا، اشتغل على قد ما تقدر وشوف المهام السهلة فيهم واشتغل عليها. نيجي بعد كده اللي بعده، ده موقع خاص بعملة اسمها الراند. البونص اللي فيه هتسجل، ده أول جزئية. تمام، من المفروض بينزل لك رصيد من التسجيل والتفعيل. تاني حاجة هتيجي دي الصفحة الداشبورد الرئيسية، هتلاقي هنا كتب لك في البوست ده، تعال نفتحه مع بعض. طالب مننا نعمل فولو، مديت لي لو انا عملت فولو كده للصفحة. تمام، مفروض هعمل كلايم يور بوينت. تمام، ريورد فاليد. تمام، ادوس هنا كلايم، فولو هنا. انا عملت الفولو، عاوز يربطني بالموقع. نشوف كده كلايم هنا، لا في كده اكيد في شروط. يونيك مينيمم، لازم يكون عندك 20 متابع. تمام، وبالاضافه يونيد انكود، ماشي. دي مهمه الفولو اللي علامه قطعه، لازم يكون عندي 20 متابع. في مهمه تانية ان انا هعمل اول بوست، كل حاجه فيهم لها رصيد على فكره. تاني حاجه ان انا هعمل لايك وريتويت لاول بوست واحط الهاشتاج ده. تمام، ايه تاني؟ تويت ماست بي نوت اولدر. تمام، مجرد ما يكون عندي 20 واحد واعمل الكومنت او الريتويت مع الهاشتاج. اهم حاجة ان انا ما يكونش عدى على البوست بعد ما اعمل له شير او ريتويت از اكتر من اسبوع. المهم عملت الكلام ده، قدرت احقق ان انا عندي 20 صديق متابع على التويتر مع ان انا عملت الكلام ده. هاجي هنا معايا 2 بونص، بونص بالنسبة للفولو وبونص بالنسبة للريتويت، او ده الفولو وده الريتويت، حاجة فيهم. تمام، وفي مهام برضو مش شرط تويتر، معانا مهام برضو على التليجرام. نشوف المطلوب، كنا نقول ضن عشان ننجز. بيقول لي هخش البروفايل بتاعي وعدل، يبقى في حاجات كتير لازم نعملها في الاول. يبقى قبل ما نبتدي في المهام، احنا كده هنخش على البروفايل، هنحط البيانات بتاعتنا اللي هنشتغل على اساسها. نحط لهم المحفظة بتاعتنا اهي، دي هنا الاسم الاول والاخير، دي ماشي، دي بيانات عادية. تمام، الدولة وهكذا. هنيجي هنا بقى بنربط الموقع بالحاجات بالشغل بتاعنا. هنا ريديت، هنا تويتر، هنا جيت هاب. انا ريديت تويتر ده قديم، فانا ممكن الغيه واحط النسخة الجديدة. عاوزين نشوف بقى ازاي بنضيف التليجرام. بس ابديت كده الاول. تليجرام اهو،
اول حاجه انا دلوقتي شغال على احط اليوزر الجديد بتاعي واشوف هنا بعلامة الات او بدون علامة الات. لا بعلامة الات اكيد. هنيجي هنا واقول له ابديت. بالنسبة للمحفظة دي مش محفظة العملة، فهنشوف انت ممكن تعمل بحث على العملة. نعمل الكتروند كده، ناخد اسمها نشوفها موجودة في كوين ماركت ولا في كوين جاد. العملة موجودة هي على كوين ماركت، نيجي نشوف المنصات اللي بيشتغلوا عليها وناخد عنوان العملة منها. تمام، نشوف منصة ايه مثلا. انا هشتغل ممكن على الباينانس. تمام، يبقى اخد عنوان العملة من منصة باينانس. تمام، وابقى اسيب لك برضو لينك المنصة لو حبيت تسجل فيها. نرجع تاني للايردروب بتاعنا، هنحط هنا محفظتنا وهنيجي هنا نربط اليوزر تليجرام. اعتبر كده ربطت اليوزر. نرجع بقى للجروب تليجرام بتاعهم او مهم تليجرام، نيجي نشوف المطلوب. بيقول لي فيل يور تليجرام، مش عملنا كده. بيقول لي انضم لجروب تليجرام ده، انا هعمل بس مهم تليجرام معاكم. تمام، انضمينا لجروب تليجرام اولاني. نرجع تاني في جروب تليجرام تاني اهو البوت ده، بوت عشان ايه؟ تقريبا يثبت المهام بتاعتنا. ماشي، هندوس هنا ستارت. لوكس دونت هاف اكونت. لا عندي اكونت. تمام، عاوز نحط اليوزر في ال هنا، يبقى نرجع تاني هنا بروفايل. هذا ما سيفش يعني. تمام، هنحط اليوزر تاني ونعمل ريفرش للصفحة للتأكيد. تمام كده، هنا سيف. نرجع هنا ندوس له ستارت. تمام، 50 نقطة خدتهم اهو، اتضفوا لي. يبقى انا كده عملت مهمة تليجرام. نيجي تاني على مهمة، اتضفوا هنا فوق. تمام، you need at last repetition at low credit point. ماشي، يبقى لازم اعمل مهمة تانية التويتر. التويتر فانا هستأذنكم، انا بسيب دايما في الفيديوهات بتاعتي. نفتح كده بس القناة مثلا اخر فيديو طلب شخصي يعني، بس استأذنكم انا بسيب دايما المحافظة وفي نفس الوقت موقع التواصل بتاعي. هستأذنك تعمل لي على اول يوزر تويتر او تاني يوزر او تعمل الاتنين، مفيش مشكلة. فولو بحيث ان انا اقدر حتى احقق الشروط دي، هو شرط تويتر. مجرد ما اخلص مهمة التويتر هيفتح لي المهمة، بس انا ممكن دلوقتي اشتغل على الفولو. اخش اعدل هنا، يعني نرجع هنا البروفايل نشوف البروفايل بيكاب ازاي. تمام، نعمل ريفرش. عاوزين نرجع تاني البروفايل من هنا، هنيجي هنا هنفك، هنعمل ديسكونكت ونربط اليوزر الجديد بتاع تويتر اللي انا شغال بيه. تمام، واجي كده اشوف مهمة تويتر هيقبلها بالنسبة للفولو ولا لازم شرط ان انا اربط الموقع نفسه. نجرب كده ونشوف. ماشي، بيقول لي ناقصني you don't have enough flower. ماشي، عندنا يبقى انا كل لو جمعت اللي هو طلب، هو مش طالب كتير، هو طالب 20 فلاور، يعني 20 صديق على تويتر. تمام، فاستأذنكم لو عملت لي فولو على التويتر بحيث نكمل المهام مع بعض. وفي ميزة يعني، مثلا انت مثلا هتعمل لي فولو، انا برضه هرد لك بإذن الله الفولو وهكذا. ممكن حتى نسيب كل واحد يسيب اليوزر بتاعه على تويتر تحت الفيديو دي، هنكملها مع بعض. تمام، نخش بعد كده على الدروب اللي بعده، ده راوند 3 منه. كنت شرحت راوند 2، فالناس اللي كانت اشتغلت معايا على راوند 2 هيبقى المهام بالنسبة لها سهلة مفيهاش أي مشكلة. اسم العملة اسمها سبين. الدروب بيفتح معانا بالشكل ده.
اول حاجه هتحط له المحفظه بتاعتك دي اول جزئيه. بعد كده المهام هتلاقي بالتوالي، اول حاجه انضم لجروب تليجرام او هتدوس على المهمه من تحت هنا، هتنضم لجروب تليجرام اول وتاني. بعد كده هو بيسجل بالنسبه لليوزر اوتوماتيك، بعد كده تعمل له فولو هنا على تويتر، والبوست ده هتعمل له لايك وريتويت. وهنيجي هنا نحط له اليوزر بتاع تويتر بتاعنا، بما ان هو مش طالب لينك ريتويتايه فاعمل له الريتويت هنا، ريتويت عادي بدون كومنت. تمام، ننزل بعد كده خلاص كده اعتبر المهام خلصت، بتدوس بس بالانس اشتري في الرصيد بتاعك، وبيديك 1000 قطعة من عملة سبين، وبيديك على كل احالة 100 قطعة. تمام، هتاخد رابط الحالة بتاعك وتروج له. خش على الدروب اللي بعده. الدروب ده مركب برضو، اول جزئية فيها هتسجل في المنصة او موقع العملة نفسه اسمه موركس، تاني جزئية هنسجل في الدروب نفسه، نكمل بس المهام معاكم. ممكن بس المهمتين ما كملتهمش، اكملهم دلوقتي وارجع اشرح لكل فيديو. تمام، هجيب بقى الدروب من اول. الدروب بيفتح معانا بالشكل ده، مسألة حسابية بتحلها. بعد كده المهام بتاعتك، انضم لجروب تليجرام اول وتاني، فولو على تويتر. اول مهمتين دولت اجباري، مفيش فيهم اختيار، لازم تنضم الاتنين جروب تليجرام وتعمل فولو هنا على تويتر، دولت اجباري. بعد كده المهام التانية اوبشنال اختيارية، بس هترصد ليك وبزيادة. اول حاجة تعمل فولو او سبسكرايب على اليوتيوب، هنا هتعمل له ريجستر اكونت، هتسجل في الموقع ده، بسيب لكم اللينك بتاعه. تمام، هنيجي هنا بسم الموقع منصة عادية على العموم يعني، هتسجل فيها، انا مسجل فيها قبل كده وشرحتها. تمام، نرجع تاني. بعد ما تسجل في المنصة دي بيطلب منك انضم لجروب تليجرام اضافي، دي فرضه فيها 3 قطع من العملة، فولو هنا على للصفحة السبونسر بتاعهم، وهتعمل لايك وريتويت الاول بوست. هنيجي هنا اعمل برضه سبسكرايب للجروب. خلصت المهام دي كلها، هتدخل كلمة صمم الديتيلز، تأكيد بيانات، هتدخل ايميلك، يوزر التويتر، سبسكرايب، هتحط لينك البروفايل اليوتيوب. بعد كده هو بيسألك أسئلة، أنت انضميت للمهام دي؟ لو أنت كنت عملت المهام الأوبشنري هتقول له يس يس يس، بعد كده بيقول لك 10 قطع من عملة نور، العملة موجودة في كل مكان، العملة مضمونة، وبتتابع الرصيد بتاعك من بالانس ورابط الإحالة بتروج له. تمام، نخش على الجروب اللي بعده. ده مش اير دروب، شرحتها لكم من فترة. الجميل فيها واللي أنا خدت بالي منه إن هما عملوه جديد بالنسبه لنا احنا في مصر او الدول العربيه عامه، ان هم حطوا وسائل سواء ان هو يدفع لك او انت تشتري عملات، هي منصه مضمونه جدا، هي منصه بيكسفول، حتى ان انت تفعل فيها وثائق يعتبر صعب قوي. انا خدت وقت على ما فعلت وثائق فيها، اولا شرط باسبور، ما ينفعش تدفعها من غير باسبور او اي وثيقه، لازم الوثيقه اللي هترفعها تكون انجليزي، لو رخصه السواقه تكون انجليزي، لا اما البطاقه لا اما الباسبور. تمام، بالنسبه للمنصه دي. تمام، تاني حاجة بيختبر، بيعمل لك اختبار حاجة اسمها اختبار وش عن طريق الموبايل، بيبعت لك لينك على الموبايل، عشان بما ان الموبايل صورة الكاميرا بتاعته عالية فبيعمل لك اختبار ان انت تصور وشك وفي نفس الوقت هتصور الباسبور وهكذا. تمام، فالتفعيل بتاعها ان هو بيديك لينك وبتكمل عن طريق الموبايل. انا حاططها بس للناس اللي تقدر تعمل القصة دي. الميزة اللي الحاجات دي فيها ان هو تقدر تشتري عملات من الموقع وتتداول بيها على الموقع. بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني، يعتبر دلوقتي طريقة سهلة، تقدر عن طريق فودافون كاش، ادي هنا في مصر اهو. تمام، وبرضه لو في دول تانية هتلاقي، مثلا لو انت فاتحه وانت من الجزائر من المغرب هتلاقيهم جايب لك المواقع او قطع الموبايلات اللي هي تقدر تدفع عن طريق الموبايل نفسه. تمام، فبالنسبه لنا في مصر عندك اول حاجه تحويل البنك مفتوح، تاني حاجه الفودافون كاش مفتوح، لو انت تبع سي اي بي بنك تقدر تتعامل عن طريق البنك، تقدر عن طريق حاجه اسمها كاش باي ميل، وفي حاجه اسمها اورانج ماني عندنا في مصر احنا، وفي حاجه اسمها جوجل بلاي، كروت جوجل بلاي تقدر تشتري برضه عملات، وفي نفس الوقت يعني هتقدر تبعت وتقدر تبيع، يعني تقدر تبعت لنفسك وتقدر تشتري عملات عن طريق الخاصيه دي. هسيب لكم برضه اللينك للمنصه اللي حابب يشتغل عليها. نيجي للدروب اللي بعده. الدروب ده اسمه بي كاستل،
او بقت كاستل. الدروب سهل يعني، بس هو ايه، في مهام اعتبر 4 مهام. اول حاجه بتنضم لجروب تيجرام، ده اساسي طبعا، بتحل الكابتشا. بعد كده بيطلب منك في 4 بوستات، ال4 بوستات دولت هتعمل لهم طبعا ايه، فولو للصفحه من الاساس، بس البوستات نفسها هتعمل لايك وريتويت، والريتويت مع ال4 هيكون بكومنت. كل ريتويت بتعمله بتاخد عليه 10 أو 100 ألف قطعه من عمله كاستل. تمام، عملت ال4 مهام هتاخد 400 ألف. تمام، هو بيديك على كل مهمة بمعادل ايه، 100 ألف كاستل من العملة. تمام، انا عملت واحدة فيهم فاداني ايه تقريبا 100 ألف اهو، عندي ايرن كذا، بس الحاجات لسه ما خدناش حاجة. نيجي للي بعده، ده موقع انا لقيته بيدي بونص حلو لو انت سجلت وفعلت، وبيقول ان هو بيدي 15 يورو. انا لسه ما جربتوش او ما اتعاملتش معاه، احنا مش هنخسر حاجة. هو المطلوب منك انك تسجل والتفعيل بس، تفعيل وثائق. تمام، بتخش تسجل وبتيجي هنا عن طريق اكونت سيتنج، بتدخل بياناتك الاساسيه بالكامل، وبتيجي هنا سيبك من بنك اكونت مش لازم تعملها، هتيجي على فيكريشن ترفع الوثائق بتاعتك. تمام، وفي لو اشتغلت على الاحاليات برضو بيدي بونص معقول، يعني بيقول لك ان هو ممكن توصل من الاحاليات ان هو توصل لغايه 250 يورو. الموقع ده بيتعامل باليورو، ما بيتعاملش بالدولار. تمام، فاحنا ده انا مش انا بجربه لسه معاكم، طلع في خير بإذن الله هعمل برضو فيديو أوضح للناس. نيجي بعد كده للموقع اللي بعده، كنت صرحتها قبل كده، منصة اسمها فاينسك. المنصة نفسها عاملة بونص اليومين دولت بمناسبة الكريسماس. انت هتسجل في المنصة، وبعد التسجيل بترجع للصفحة الرئيسية، يعني خلاص سجلت، بس أهم حاجة عشان تسجل عشان البونص يشتغل معاك، هتخش هنا سيتنج كيو اس، هيفتح معانا الصفحة دي. هنيجي هنا على كلمة فيفر، هنخش نفعل الوثائق بتاعتنا. بعد ما نخلص تفعيل الوثائق وتم التأكيد، ترجع للصفحة الرئيسية، هتلاقي واحد لك المسابقة الرئيسية بتاعت الكريسماس، هتخش تشترك فيها. عبارة بس ان انت ايه، اهم جزئية انت تفعل الوثائق وتخش تعمل حاجة اسمها بلاي ناو، بس مش اكتر من كده. هو بيقول لك هيبقى في توزيع جوائز من سانتا، وما حطينا كده جيت فري اكس شاف اكس ام جيفت فروم. تاريخ التوزيع هيكون من يوم 19، وابتدى يبقى له كام يوم اهو، واخر يوم 31 ديسمبر. نخش على الدروب اللي بعده، العملة دي مضمونة، ده راوند 3 منها اللي هي عملة A1. لو فتحنا كده عند المحفظة هنبص على مصداقية العملة، هنعمل سيرش فايند هذه العملة. كنت وصلني من الدروب رقم 2، كنت اشتركت في واحد رقم 2 وصلني منه 70 قطعة. العملة بتتم تداولها في بعض المنصات، فما فيش مشكلة بالنسبة ان انت تبيعها. راوند 3 لو بصينا هنا، ده موقع العملة اللي حابب تطلع بس، ما فيهوش اي حاجة هنا، لا ولازم تسجل فيه. هنا هتقول لك دلوقتي اجباري في المهمة دي ان انت لازم تسجل فيه، يبقى هنسجل في موقع ايكون، ونحط الايميل اللي احنا سجلنا بيه، هننضم لجروب تليجرام اول وتاني، ونحط اليوزر، هنعمل هنا فولو على تويتر ونحط اليوزر، واهم حاجة بس لايك وريتويت الاول بوست. هنا هنيجي نحط محفظة الايثيريوم والت بتاعتنا، بس عايزينك تسيب ايه يوزر صاحب الحالة، وتدوس سبميت. نخش على اخر حاجة معانا، الايردروب ده خاص بعملة اسمها برنسي. تمام، ده موقع العملة بتسجل فيه ده كأول جزئية. تمام، الجزئية اللي بعديها عبارة عن بوت تليجرام، بيفتح معانا بالشكل ده. هنبص كده على البوت مع بعض. اول حاجه طالب مني انضم لجروب تليجرام، وطبعا ايه الكابتشا هنحلها، بيجيب لك كابتشا عباره عن مسألك او ارقام، بتكتب له نفس الارقام. نيجي بعد كده انضم لجروب تليجرام اول وتاني، فولو على تويتر، هنا برضو فولو على تويتر للسبونسر بتاعهم، وده اجباري ما فيش فيه اختياري. هنا بعد كده بيقول لك انت سجلت في الموقع بتاعهم، فولو على الفيس، فولو على الانستجرام، فولو على تويتر للسبونسر، انضمام لجروب تليجرام اضافي. بعد كده بتدوس له كلمه سبميت عشان تأكد البيانات بتاعتك، ايميلك اللي مسجل بيه في الموقع، يوزر تويتر اللي استعملته. بيسألك انت سجلت في الفيس، هتقول له ايوه، وتحط لينك البروفايل بتاع الفيس بتاعك. هيسألك انت عملت فولو على الانستجرام، هتقول له يس، تحط لينك البروفايل الانستجرام. هيسألك بعد كده انت انضميت للمهام الاضافية، تقول له يس يس يس،
وفي الاخر بيديك رابط الاحاله بتاعك وبيقول لك انا هوديك على كل احاله 7 قطع. تعال نشوف كده رصيد الاضافه الاساسي 50 قطعه، يعني انا خدت 50 قطعه من التسجيل وعن كل حاله هيبقى فيه 7 قطع. ده يعتبر كده كان اخر الدروب معانا، تمام انتهى كده. برضه هنبص على المحفظه لو ممكن نكون وصلنا عملات جديده. هو النهارده مفيش غير ايه رصيد اضافي من عمله اوزي او اوزنيكس. انا شرحت الايردروب بتاعها في الفيديو قبل اللي فات، لو حابب ترجع الايردروب عباره عن بوت تليجرام ويبعت رصيد بالفعل. ده كده كان اخر حاجه معانا، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.